أيضا يقول في رسالته: هناك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة مرات ولم تجدي نصيحتي لهم، هل تجوز صلاتهم بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. التيمم إنما هو بدل الماء، بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي، كأن يكون عادما للماء، أو يكون معه ماء قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه، فيبقي الماء لحاجته ويتيمم. والحالة الثانية إذا كان عاجزا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض، فإنه يتيمم في هذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. دلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، والحالة الثانية إذا كان مسافرا وليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته ولطهوره، ففي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم. أما إذا تيمم من غير عذر شرعي بأن كان الماء موجودا وهو قادر على استعماله، فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته، لأنه صلى بغير طهور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائما، ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على وجه المشروع. التيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء فإن التيمم لا يصح إذا كان قادرا على استعماله، والله أعلم. شكر الله لكم.